اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد لا يستجيب على تطبيقكم. كأم سكانر نقوم بضغطنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغطنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغطنا على تطبيق كأم سكانر، بعدها سوف نقوم بضغطنا على الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغطنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كام سكانر. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كام سكانر. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.